احمد جبر، ده عمل رقم قياسي في الغوص العميق، وبعد كده راح لموسوعه جينيس وقال لهم انا هحطم الرقم القياسي في اكتر كميه غواصين هينزلوا تحت الميه وينظفوا قاع البحر. ودي اللي رحتها شخصيا في الغردقه. الرقم كان المفروض نضرب رقم 300، يعني لو جبنا 301 غواص كنا هنضرب الرقم، كنا هنحطم الرقم القياسي، انما اللي حصل ان احنا جبنا 614 غواص في يوم واحد وحطمنا الرقم ده في اطار اول حاجه بنبين للعالم كله من خلال الاخبار الصحفيه ومن خلال الصحفيين الموجودين هنا المراسلين الاجانب، ان احنا بنبين للعالم كله قد ايه رياضه الغوص مهمه جدا. النقطه الثانيه قد ايه احنا كدوله مهتمين بالبيئه وبالذات البيئه البحريه وبالذات في منطقه البحر الاحمر. احنا عندنا حمله كبيره قوي في الاسواق العربيه شغاله من 25 مايو، يعني احنا عاملين حسابنا ان احنا نشتغل بالحمله قبل شهر رمضان علشان يجي لنا اكبر كم من السائحين العرب في شهر رمضان. الحمله دي شغاله في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافه الى لبنان والاردن، ومعدلات الحجوزات في القاهره في خلال شهر رمضان كويسه جدا الحمد لله.